الوضع الصحي كلش تعبان صراحة، ما أعرف بعد. هي قالوا على أساس تماس كهربائي، ما نعرف بعد بيا طابوق وبيا هذه وشنو المصلحة، الله عز وجل يعلم. اعتاد القريبون من مبنى وزارة الصحة أن يشاهدوا سيارة إطفاء ترابطه هنا يوميا. الإطفاء شو وقت يجي؟ أنا راح أعطيك أدلة شلون يعني؟ راح أدلك أعطيك أدلة بأنه وشنو الإطفائية خلاه يتأخر. أنا شمبر هنا، هذا إطفائية يومية هنا يوقف، هاي ترك فلايت يوقف يومية هنا. يا بارح أنا يومية أروح للصلاة هنا، أروح بنيمة هاي شمبر هنا، أنا من هنا أروح للصلاة. زين هاليوم نهائيا ما اجى، شو يبين مع شنو؟ ها هاليوم ما اجى لك يومي هذا الاطفائيه هنا أنا يوقف مكانه بالتاكسي. قبل ان يصدر اي بيان من وزاره الصحه تكهن مواطنون اسباب الحريق والغايه منه. هسه احنا هاي وزاره الصحه من احترق انا شمبر هنا أنا. احترق شنو اللي احترق بيه؟ احترق يا صفحه الشركه، احترق العقود، ما عقود، عقود الخارجية وعقود الداخلية، هذا اللي يعني بيها الفلوس. اي والله دائما يعني من نشوف هيك حالات يعني يصير عندنا مثل تقول جانب شك يعني مثل هيك. ليش لازم يعني اكو ناس موجودين مسؤولين عن الاطفاء يعني مثلا يتلاحق هذا الحدث اذا يصير؟ من رأس الهرم والمتمثل بوزارة الصحة الى اصغر مستوصف في اقصى قضاء في العراق، جميعها متهالكة على مستوى البنى التحتية والعقود والعلاجات المعدومة وجميع الخدمات المقدمة. تروح بالمستشفيات يعطيك، تروح عبالك الشيوخ يجي يابي شنو السالفة؟ أدوية ماكو، تروح يعطيك راشته تاخذها منه هذا أبو الصيدلية، تروح لأبو الصيدلية كل الأدوية غالية، يابي ليش؟ دولار صاعد. يا بالعاد الفقير وين يروح؟ أثناء تجوالنا صادفنا هذا الشاب لديه حالة مرضية مستعصية، بينما ينازع مريضه الموت يبحث في مستشفى أخرى عن دم متطابق. هذا المشهد يلخص الواقع الصحي في العراق بصورة عامة. هذا دم صارت عندي حالة ولادة بالكاظمية، طلبوا تعرف عملية وطلبوا دم، فلازم ترجع لهم الدم نفسي. انا جيت تبرعت هنا واخذت الدم نفسي. انت واقف هسه بهالحر هذا والدم هذا يعني المفروض خزن خاص يصير، شو تسوي؟ هاي بطل مي مخلي له و... بطل مي؟ وهاي في اللي نشتريها منه، وش تسوي؟ كلها على حسابنا. كلها على حسابنا طبعا. زين بالله هذا اللي عنده عمليه مستعصيه شلون يعني مثلا؟ هذا لا الله يجيب دم ويجي؟ لا الله اللي يجيب دم. هسه واقفين هناك توصلون بالمتبرعين، المتبرعين ماكو، يا تسال على فصيله، اريد فلان فصيله، يقول له ما عندي نقص فصائل، والله ينطي الورقة ما تروح، ماكو، كل تعامل صفر. من بغداد مصطفى لطيف، قناة دجلة الفضائية.